في منظمة بعنوان ورشة عمل بانتشار جرائم الشرف في فلسطين المغيبة قانونية. راح يكون في عندنا طرفين مناظرة، الطرف الأيمن ضد جرائم الشرف والطرف الثاني مع جرائم الشرف. في عندنا بكون لجنة تحكيم وراح نطرح عليكم أسئلة بخصوص المناظرة، نشوف آراءكم، نشوف تقييماتكم بخصوص اللي راح يصير داخل المناظرة من نقاش، من طرح آراء من الفريق اللي ضد والفريق اللي مع. بدي أشكر حضوركم على المناظرة اليوم والفريقين، بدي أشكر كمان الشيخ أحمد على حضوره اليوم للتحكيم وزميل عدال الشقيق، وكمان راح يكون في حدا معنا من لجنة التحكيم من الشرطة الخلفية وهم على وصول. يعني بدي أوضح بس شغلة صغيرة، إنه المناظرة اليوم بعنوان انتشار جرائم الشرف وغياب القانون، ففريق مع هذا الحكي وفريق ضد هذا الحكي. المناظرة راح تكون هي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بتكون من ثلاث جولات. الجولة الأولى بيكون الفريق الأول بيعطي حجة والفريق الثاني بيعطي حجة مدتها سبع دقائق، يعني بتحكوا لمدة سبع دقائق. بعدين بيقدموا الفريقين تفنيد لحجة الفريق الآخر كمان مدتها خمس دقائق. واخر شيء بقدموا تلخيص ومده التلخيص ثلاث دقائق. اما المرحله الثانيه للمناظره اللي هي اسئله تكون من الجمهور، الجمهور لهم يسالوا كل فريق، يعني لكل فريق بيطلع ثلاث اسئله، فريق هون ثلاث اسئله والفريق اللي هون ثلاث اسئله، والفريقين بجاوبوا معهم وقت عشان يجاوبوا على الاسئله ثلاث دقائق. اما اخر مرحله اللي هي مرحله النتائج، نتائج المناظره، النتائج بتكون جزء منها من لجنه التحكيم وجزء منها من الجمهور. وهلا بدي ابلش انا بالمناظره. طبعا في معنا بالفريق الاول محمد عيسى، محمد الضيف وبكر بشير، وبالفريق الثاني هيا بشير وحلا عوده وتحرير السلطان. وبنبدا نبلش مع الفريق الاول حتى يقدموا حجتهم. تنتمناها معاني الجهد والتعب، نبدوها منذ نعمة أظافرنا بحثاً عن مستقبل المشرق، تعلو فيه جباهنا، نتمخضر فيه في حاراتنا، وأسماءنا مرتبطة بسمعة كل من هو حولنا. فتمسكاً بالعادة والتقاليد، فإننا نبذل جميع جهودنا مبياً إلى عالم ومستقبل تعلو فيه سمعتنا بعفة محفظاً على الشرق. فلربما إنني أقرأ على جباه الفريق الآخر، أنهم سيطرحون سؤالاً وبالتالي إنه هو لاختلاف لما يدعون أن الشرف هي الوسيلة أو الشماعة أو تلك العلاقة التي ترضى عليها وعلى عاتقها تلك الجرائم الأخرى كقضايا الميراث وغيرها من القضايا، ولكنهم نسوا أنهم يتمادون في الشرف حتى يصلون إلى إهانة تلك العفة وتلك الهبة من الله، وبعد ذلك فإن القتل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من ذلك من تلك القضية وغسلا لذلك العار الذين يلحقونه بالأهل ويلحقونه بالمجتمع كامل. شكرا بكير. هلا بنسمع حجة الفريق الثاني وراح تحكيها هيا بشير. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم. في هذا المقام يسعدني أن أقف بين أيديكم دون كلماتي صادقة تلامس معاني الحق ولا شيء غير الحق. الحق، وهل هناك حق أقدس من حق الحياة التي قدسها لنا رب العباد الذي منحنا الحقوق التي أصبحت سيفا تسلط على أرقابنا في حال طالبنا منها. وفيما يتعلق بموضوعنا اليوم وهو القتل بحجة الشرف، ومن هنا أريد أن أبدأ مداخلتي. هل الجرائم التي تسجل في هذا المقام بحجة الشرف، هل هي بالفعل بحجة الشرف أم أصبح الشرف وسيلة ينشر خلف كل مجرمين؟ صدر مؤخرا تقرير مخيف عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان يتحدث عن تفاقم جريمة الشرف في فلسطين المحتلة تحت السلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. والتقرير يؤكد أن 29 فتاة قتلت في فلسطين المحتلة بين عامين 2007 و 2010 في سنوات الانتفاضة، و 13 فتاة قتلت في عامي 2011 و 2012، وهذه النسبة مرتفعة جدا عن سنوات الانتفاضة التي شهدت انحسار هذه الظاهرة القديمة المتوارثة من أيام الجاهلية والعصور السومرية والآشورية. وتقول دراسة أخرى صادرة عن مركز المرأة
قسم الإعلام في غزة أن 67 من النساء الفلسطينيات يتعرضن لإهانة نفسية وإهانة شفوية بشكل يومي، وأن 71 يتعرض لعنف نفسي، 52 يتعرضن لعنف جسدي. أنا ضد قتل النساء على خلفية الشرف لمرجع الشريعة الإسلامية، فالحياة حق وهبنا الله إياها، ولا يحق لأحد سلب حياة الناس، حيث أنه لا يأخذ الروح إلا من أعطانا إياها، والقتل بشكل عام حرام. وفي حال كانت الفتاة مرتكبة لجريمة الزنا يجب الرجوع أولا إلى الشريعة الإسلامية ومن ثم إلى القانون، وعدم التصرف من أقربائها سواء إخوتها أو حدا من العائلة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. وأنه من يتهم الفتيات بجريمة الزنا دون وجود شهود له عقاب في الشريعة، وهو جلد 80 جلدة. وجود طائفة من المسلمين لردع غيرهم مما تسول لهم ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأن الحاكم هو من يقوم بتطبيق الحكم، ولا يحق لأي شخص آخر تطبيق الحكم بتنصيب نفسه حاكما، ولا يحق للآباء والجد والأخ أن يقوم بذلك، لأن الإسلام لا يجبر تطبيق القانون لأي كان لأنها تعم الفوضى. شكراً. أنا حسبت الكتين وواحد وخمسين ثانية، وبكر نسيت أنوه الوقت إنه حكى ثلاث دقائق، فشكراً استزام الوقت. هلأ بدنا نسمع تفنيد حجة الفريق الثاني من الفريق الأول مع محمد الزاهي. بشكر الفريق الثاني على حجته اللي عرضها، بس في بعض الثغرات اللي تكلموا فيها. أولاً إنه معظم في حالات هل هي بحجة الشرف أم ماذا، وبعض تلصق بجرم شرف. زميلي تحدث إنه في بعض الحالات، ولكن هذا لا يلغي أن حجة الشرف أو وجود على خلفية الشرف قائمة. تفاقم لله خلفية الأشورية ومش أشورية، بس لو قلت الإسلامية عشان تعرفوا في وقت تطبيق الإسلام الكامل شو كان فيه. مرجع الشريعة الإسلامية ثم القانون، احنا مرجعنا الرئيسي إذا بدنا نهتدي ونعود إلى الله ونزهر بأمتنا مرجعنا الشريعة الإسلامية كافلة، من ألفها لياءها، من الفاتحة إلى الناس كفيلة، بلزمنيش قانون وضعي إلى آخره. أنت بتطالبي وبتحثي وبتجيبي فينا وترجي فينا، والله عز وجل والشريعة الإسلامية وبدك قانون وضعي اللي يطبق عنا. الشارع الثاني قلت الزانية والزاني عفوا هاي آية خاصة في الزاني الغير مش متزوج، إنه الجلد يعني بزبطش اليوم وحاكم والأخير مزبوط، بس هذا كله مش متزوج، متزوج حد موجود في القرآن الكريم ولا شيء، الرجل حتى الموت عم بزبطش الجلد، يعني بدك من صف نشرب اليوم بربيش إذا ما نصف. في إن القتل بشكل عام حرام، لا القتل مش بشكل عام حرام، القتل العادي حرام، بس كل في حالات جائز فيها القتل، دفاع النفس مثلا، جائز العدو الى اخره، هذا يعتبر قتل. ما بدناش نقول انه القتل بس نسمع قتل، لا، واحد اعتدى علي واعتدى عرضي بزبطش انفلي. بعدين شغله ثانيه، كيف احنا نطلب الوقفه؟ كيف يعني اذا يعني مع احترام شديد لكم، اذا عز عليكم الدين وعز عليكم الله كثير، بزبطش تقولوا انه القانون وضعي الى اخره، احنا في شريعه اسلاميه كثير. بعدين لازم تعرفوا شغله، انه احنا كمسلمين اذا تمسكنا بدين الصح وعدنا الى الله والتزمنا بنسترجع لنا هاي الحالات، يعني هاي الحالات من بعدنا عن الدين، انه صارت فينا كثره المشاكل الى اخره. انا مش انا بدي اقول لكم انه احنا مع هاي القتل المراه على الرايحه وعلى الناس تعلق للمراه، في حالات واحد بيشتغل في اسرائيل وقصته واضح، بيشتغل في اسرائيل بروح على الثنتين في الليل بس عشان يشتغل ويجيب لاولاده اكل. يجي روعة الدار يلقى زوجته مع واحد ثاني، شو يعمل؟ يضيفها على الفيسبوك؟ زمان في الجاهلية كان في أشهر محرم اللي قتل فيها، الجاهلية. فواحد قتل أبو واحد لكيف الشهر مع الحرام ضربه في السيف. قالوا له مش حرام، قالوا مش سبق السيف العدل وأرسلها مثلا. بظبطش الواحد بفكرش بيفقد أعصابه وطفلك، بقدرش. أنا اللي متزوج واحد يصوني وعندي بنات وعندي أولاد وبطلع ثنتين في الليل على إسرائيل عشان وأتمرمط على المعبر وأروح وأجي يصير في هذا العمل، يعني لا حتى أعصاب الواحد تفلت،
بزبطش احنا نقول كلمه الشرف الاخرين، بدناش ندخل مطبع في ناس بقتلوا مش على كلمه الشرف، ولكن احنا العباره واضحه على خلفيه الشرف احنا بنحترم المراه، والاسلام عزز وكرم المراه في مكان لم ولن تضع لها شريعه او شرع سابق ولا قانون وضعي. احنا مع تكريم المراه، مع تعزيز مكانه المراه، ولكن بالضوابط والحدود التي وضعها لنا الشرع الحكيم سبحانه. نسمع تفنيد الفريق الثاني من حلا عوده. صباح الخير للجميع. انا بدي ارد على زميلي محمد الضيف الحكي اللي حكاه، يعني هو صراحه بذاته بحكي بشيء بخبص بصراحه. يعني انت بتحكي احنا لما نرجع للشريعه الاسلاميه، اذا بدنا نضلنا نرجع للشريعه الاسلاميه كل يوم نقتل، وكل يوم كل ما نشوف وحده عملت شيء مفروض بالاخلاق بدنا نقتلها ما نحكيش. طيب انت بتنتهي بحظ الحكي اللي بتحكي فيه بتضرب الشريعه الاسلاميه، كل شيء حكيته شيء حرام. سلام انت حكيت كل شيء حكيته شيء حرام. ثانيا انت بتضرب الشريعه الاسلاميه، انت لما انت حكيت انه احنا لما نضلنا نرجع للشريعه الاسلاميه كل ما نشوف وحده عملت شيء وخذ بالاخلاق بدنا نقتلها، انت ايش لك مليون بالمية لغيرت شيء اسمه شريعه وشيء اسمه دين. اثنين لما حكيت انه ده الزلمه فات على مرته وبكيها مع واحد ثاني، شو بده يعمل؟ يعني بيتفرج عليها ولا بده يضيفها على فيسبوك؟ حضرتك في آية في القرآن بتحكي انه اللي بتزني وتكون متزوجة يجب قتلها حتى الموت. يجب قتلها حتى الموت، واللي بتزني وهي سيد يجب جلدها هي واللي كان معها زنى معها، الثاني عقابها إلها وللي كان معها، إنه جلد 100 جلدة بوجود طبعا شهود على هذا الموضوع. كل الحكي اللي حكيته أنت بتدخل في شيء اسمه شريعة وشيء اسمه دين. بدي أنا أعرض لكم كمان قصة تم قتل فيها فتيات، تم قتل فتيات على خلفية الشرف مهمة، ما في منه هذا الموضوع، ما في اصلا شيء اسمه خلفيه شرف، بس اللهم ينهى عادات وتقاليد وكل متخلفه. في بنت اسمها آية، هي طالبه جامعيه ابنه العشرين من بغداد سوري بقضاء الخليل. طبعا اختفت في 20 من نيسان 2010، تم الكشف عن ملابسات الجريمه بعد سنه تقريبا، يتبين ان عمها المعني بشرف العائله هو من قام بقتلها وتربيت ايديها وزيها ورماها في بير على خلفية الشرف، وهي تستجد به وتقول له بأنها بريئة وشريفة ولم تفعل أي شيء تستحق العقاب عليه. ومع هذا استمر بهذه القضية، وبعد ما تم طبعا التحقيق في هذه القضية اكتشف أن هذه البنت هي ما فيش وراها أي قضية وما في أي شيء اسمه شرف زي ما بيحكوا. هاي البنت حبت شاب بالجامعة وأجى طلبها ودق باب دارهم بالحلال، وأهلها طبعا وافقوا على موضوع زواجها منه، بس أجلوا مراسم الزواج طبعا كتب الكتاب وهيك لبعد تخرجها، بس لأنه عمهم قام بقتلها بسبب هذه بسبب بهذا السبب إنها حبت شاب وأجى طلبها. طبعا سيد الرئيس محمود عباس كان مطلع على هاي القضية وحكى انه بدهم يقوموا بتعديل القانون الاردني في عام 1960 والقانون البريطاني في 36، الا انه الرئيس لم يغير شيء، بل هو قام بعقد تقرير انه طبعا اعطى قدم توصيات لتغيير القانون، هو ما غير القانون اي شيء، وانه جرائم القتل انتشرت بعد قضيه اوسلو هي ظاهرة تستحق الدراسة للكشف عن أبعادها السياسية والاقتصادية. وبس شكرا لكم. يعني أسأل عليكم تحدث زملائي سابقا بما يكفي، لكن أريد أن أوضح لكم أننا أو زملائي نتفق مع القتل على خلفية الشرف إذا كان الشرف فقط ولا شيء دار الشرف، مثلا إذا كان بهدف الميراث أو الحصول على المال فنحن ضد هذا الشيء، وإذا كان هناك قانون يعاقب على هذا الشيء
فنحن نتفق عليه، ولكن نريد نوضح شغلي انه الزملاء في الفريق الثاني اذا كانوا مش متاكدين من الايات والاحاديث واذا كانوا غير متاكدين من محدثونا في الدين لا يتحدثوا رجاء. يعني احنا مع الشريعه الاسلاميه، نحن مع الدين الاسلامي، ولكن صراحه نحن بعيدين كل البعد عن الشريعه الاسلاميه للاسف. اريد ان اوضح، اريد ان احدد عليكم بخصوص شغلي. انا اريد ان اسالكم سؤالا بصراحه، اذا كانت بنت ماشيه بالشارع ولابسه لباس مغري ماذا تقولون؟ ماذا تتخيلون؟ ماذا تقولون؟ انا سوف احدثكم ماذا تقولون. تقولون الم تستحي على حالها، عيب عليها. لا تقولون مش خايف من الله. فلذلك احنا مجتمع بصراحة عنا اللي هي ثقافة العيب صارت أشد علينا من الحرام، اسمحوا لي بهاي. إحنا ثقافة العيب في مجتمعنا حاليا، إحنا مجتمع شرقي لنا عادات وتقاليد، ثقافة العيب مثل ما حكيت قبل، إحنا مع الدين الإسلامي مع الشريعة الإسلامية، لكن ثقافة العيب أصبحت أشد علينا من الحرام. للأسف نحن هم أصبحنا حاليا نخاف من الخلق أكثر من الخالق. للأسف هاي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي بدي احكيها انه احنا مع حقوق المرأة، نحن مع تكريم المرأة، مع تعزيز المرأة. المرأة هي كالجوهرة، يبذل لها الغالي والرخيص لحمايتها، ولكن إذا هي لم تحترم تلك الحماية ولم تحافظ على حالها فإنها سوف تذهب بنفسها لتصبح ضحية وتصبح كركان الخشب الذي نراه في أي مكان دون حماية ودون اهتمام من أي شيء. وشكرا لكم جميعا. الكورس الثاني 3 دقائق، التلخيص مع تحرير السلطان. أهلا وسهلا بالجميع، ونشكر المايكين. بالنسبة لقضايا الشرف واللي هلا حكيتوا فيها، هلا الجميع ركز على قضية واحدة، إنه عشان العار وبدهم يغسلوا إصلاب إيديك وهيك شيء. هلا بدي أسألكم سؤال، هلا الواحد لما بروح يقتل واحدة على قضية الشرف شو لازم يكون مبدأه؟ صح مظبوط، مش العادات والتقاليد الخاطئة. هذا أول إشي. بعدين لما بدي تطبق القضايا الشرع بتطبق على الطرفين، على الشاب والبنت، لأنه ربنا نفسه كان إنه على الثاني يتعاقب نفس العقاب. سواء أنت حكيت هلا بالزلم بروح من البيت تعبان، تمام طيب، إنه الشاب بروح تعبان إنه بيشتغل وهيك شيء ورايح إنه هيك لا تهمني مع زوجته واحد. طب لو نفس الإشي روحت المرأة على البيت وتلكت إنه زوجته معه زوجها معه عدة بنات، شو بدك تعمل في هالموضوع؟ بعدين هلا القضايا هاي وكيف بدهم ينفذوا العقوب، العقاب مش هم اللي ينفذوه، في قانون وفي شرع له. وهذا الشيء بدنا نحكي بالنسبه للعيون في شرطه ننوه على هذا الشيء، انه دائما حدا بقتل على قضايا الشرف ما في له عقاب، هذا الشيء انه بس بشجعهم اكثر واكثر انهم يقتلوا بزياده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه الموضوع المطروح قضيه خطيره وبحاجة إلى أدلة وإثباتات شرعية أكبر بكثير مما طرح. القضية الأولى شرعية قبل أن تكون قانونية، يعني الشرع حكم فيها فصلا. باختصار ملخص الموضوع إلي ملحوظات على ما طرح. أولا قرأت ماء، الأخت قرأتها ماء الجلدة، واللفظ الصحيح ماء الجلدة. ثانيا استمرت الثيب تجلد، والفرق بين الثيب والبكر، الثيب معناها الرجل يعني متزوجة أو مطلقة أو أرملة، أما البكر التي لم تكن متزوجة أصلا. فالفرق في التعبير بين كلمة ثيب وكلمة بكر، أنت ذكرت ثيب تجلد، لا البكر التي تجلد والثيب التي تجلد. قضية أخرى من بعض الملحوظات هذا ما سمعت، إنه الإخوان يقولوا إنه الجلد يقر بالجلد ولكن يعتبر أنه هو الحاكم المنفذ، وهذا لا يليق، لا يجوز، لأنه ما بيصير أنا أحكم الشرع وأنا أخذ الشرع بإيدي، ممنوع أخذ الشرع بإيدي، لا بالجلد ولا بالرجل الا بالقضاء. الامن تقول لي الشرع غائب، وضربت مثال بتقول انه الزوج دخل على الزوجه، في هذه اللحظه الزوج يدخل على الزوجه ويرى بام عينه
يرى بأم عينه يختلف عما سمع، فله حكم غير ما يسمع. إذا ما سمع منه أربع شهود أدلة قاطعة أو اعتراف، يعني ليس من حق أي إنسان من كان حتى الحاكم تنفيذ القتل إلا بأربع شهود أو الاعتراف. أما زوج دخل على زوجة ورأى العار عليها مباشرة بأم عينه فشهادته أربع شهادات بالله، شهادته أربع شهادات بالله. وقد أخذ حتى القانون بهذا النص فيما لو أخذ القانون على عاتقه في هذه اللحظة الانفعالية يختلف حكمه عمن عن الأخ وعن الأب وعن الإبن الذي سمع وقام بالجريمة. في ملحق ذكرت الأخوات كلام طيب، إنه مرات بيكون القتل ليس على الشرف، وإنما أصبح الشرف هدف لتغيير الهدف الحقيقي من وراءه. كلام طيب، يعني يشكر عليه هذه الفكرة، إنه ظاهرة تقتل البنت تهمة ظلما، يعني فوق ظلمها كمان يلصق بها التهمة بالشرف، فجريمتين، جريمة إلصاق التهمة بالشرف وهي جريمة كبرى، وجريمة أخرى إنه قتلها على هدف آخر مخفي غير معلن وعلق الشماعة على قضية الشرف. الآن الحقيقة أخواني الموضوع أن الشرف عزيز، والمقدسات في شرعنا ثلاث: دينك وشرفك وأرضك. هذا التجاوز ممنوع، التجاوز خط أحمر. من داس شرفه وتهاون فيه فهو ديوث، والديوث لا يدخل الجنة. ومن تهاون في وطنه وباع واشترى فهو عميل، له حكم شرعي يعني مدنس. وكذلك الحال في قضية الدين والارتداد عن الدين في القضية أخرى. أما وش معنى ذلك؟ هذا المقدس تأخذه على عاتق، على أي كلام، على أي خبر أن ننفذ. في هنا أصول شرعية ينبغي اتباعها. فبصراحة ما ذكر من أدلة البينات أنه قال كما فيكم كلاكم يطلب الشرع، ولكن كلاكم مطالب مخالف لتنفيذ الشرع. أنتم طلبتوا الشرع، ولكن أنتم بتقول أنا بدي أنفذ. الفكرة الآن كلاكم طلب الشرع، ولكن التنفيذ ليس بيدك ولا بيدي ولا بيدك. ففي شرع لا تنفذ. بارك الله شكرا لكم جميعا. طبعا انا بشوف تسفينا التاخير اللي حصل اللي هو خرج من كل مسؤوليات مدير الشرطه، وكان بيجي معنا مدير اداره الاسره، احنا من الاسره جينا ومتحسين في هذا الموضوع بالنسبه للنساء. انا بشوف يعطيكم العافيه الطرفين. انا بشكر الاخوان، يعني ولو هو الموضوع هو نقاش مش اكثر منه، بيعبر كل واحد عن وجهه نظره الداخل. يعني سمعت ان الطرفين جيت متاخر، أنا مش بحكي مع شباب رجال نحط العلامة، أنا ما قدرتش أحط العلامة، أنا كنت بظلم حدا، بس أنا مش شايف الطرفين عندهم قضية ويعني مترقين منها من قضية قوية. يعني أنا فكرة كانت تشرح عن القانون وعن القصة حصلت، فسألها أخونا هلال إنه من المرجعيات اللي جبتيها، فرد علي حقوق الإنسان. الصح أنا بدي أحكي عن حادثة وعن صورة لأن أكون عندي فيها أنا إلمام تام وكامل بالحدا، على أساس إن أنا أقدر أوصل الحقيقة للشارع وللمواطن، بحيث لما أنا بدي أخذ أنا توصيات إن هذه التوصيات تكون يعني خلينا نقول بناء مش هدامي. فهي ذكرت الاخت عن قصه آية اللي تدخل فيها الرئيس على خلفيه الشرف، هي طبعا حكتها بصوره والحقيقه صوره ثانيه بناء فيها، لكن تم القتل. لكن الخلفيه مش خلفيه شرف ولا خلفيه انه كان بيتجوزها واحد ثاني. طبعا ما بدناش نقول بهذا الموضوع. احنا بنقول انه القانون الرئيس انه بتقول ليس اصدر ولا القانون او ما اصدر قانون، الا في قانون احنا الصالح اللي حكى القانون اللي هو في 30 وفي 60 ماشي، هو قانون عفى عليه الزمن. جميعنا يعني بنبكي وبنقول لازم انه في قانون يتماشى مع العصر، يكون قانون انه احنا نكون رادع ويكون مهم ان احنا نقدر نعالج مشاكلنا الاجتماعيه الحاليه، لانه كانت في المشاكل الموجوده مش موجوده في السابق. الان انه الرئيس اصدر يعني في القانون ماده 17 فقره 1 في القانون العقوبات الدوليه بتقول انه
ما جاء في الدستور يطبق يعني بكامل وحذافيره من غير تغيير الا اذا كان في مجلس تشريعي او باصدار من رئيس السلطه او رئيس الدوله. الرئيس في عندنا ماده 48 تحكي عن القتل ضد النساء. هو كان قتل النساء بدون يعني على خلفيه الشرف، لكن الرئيس جاب مادتين على انه بقانون انه في شيء اسمه ضروره لا تستوجب التاخير، انه لازم نسن قانون جديد. بسن الرئيس بعد بنعرض على مجلس التشريع وبنقرا في الجريده. الان سن الرئيس هو عطل مادتين في القانون، المادتين اللي بتقول انه يعني من انه الرجل دخل على زوجته او على محارمه في يعني موضع في فراش الزوجيه انه احل له القتل. الان الرئيس احل فقط في خلينا نقول في التلبس. يعني اذا اي واحد بيجينا في قضيه الان بالقانون بالقضاء انه اي انسان بيجينا في قضيه بيقول انا قتلت اختي او زوجتي او اي احد من محارمه على خلفية الشرف وهي بتكون الله اعلم شو هي، اذا ما كانوا متلبسين يحاكم محاكمة زي القاتل زي القاتل عنه. فاذا الرئيس سن هاي ومجدت هاي لصالح المرأة، ولكن كانت انا يعني بتقديري بتقدير حقوق الانسان والناس المؤسسات المرأة والجندر بقول انه مش كفاية انه هو ايش؟ انه هو حط الرئيس ذكر يعني الرجل يعني ما حطش إذا المرأة برضو دخلت إنها دخلت المرأة على الزوج إنه يقتل، فكانت هنا في إيش طبعا إنه حتى القانون نفسه اللي عدله الرئيس إنه في نظرة إنه لازم يتعدل بطريقة أكثر. هاي من باب. من باب ثاني إنه لما حط الرئيس إنه على أساس إنه اللي كانوا في اللجنة ما حطوا القانون أول شيء حطوا الموضوع القانون إنه حطوا إنه لما يفوت الإنسان في هذه اللحظة بيفقد اللي هو اللي يكون عقله واحتمال العصبيه عنده، فحطوا الايش عن عندنا العذر المخفف انه باخذ ايش حكم مخفف نتيجه الشرف على خلفيه الشرف. لكن باجوا برضه نفس الناس اللي دافعوا عن المراه وحقوق الانسان والجهات الرسميه بشكل عام قالوا انه يا عمي انتم حطيتوا هذا القانون مش لازم نعيد، لازم نعيده حتى لو انه الرئيس حط انه بس لازم نعيده لانه ما ذكرش انه الزوجه دخلت على احد محارمها. هذا في ثغره. الثغرة الثانية حكوا انه قتل حتى البنت آية في بيت شريف اللي تم حطوها في البير وكلفت السلطة بجوز 20 مليون دولار حتى انهم عرفوا الحقيقة وطلع من جثتها على المانيا ويعني حلل جثتها وحلل شو صار معها بالضبط وتم الاعتراف بشكل طبيعي وسليم. قالوا انه ما فيش ضرورة تستوجب يعني هاي بصير حالها مشي يعني صارت مرة في فلسطين مش يوم يوم بصير قتل لانه يعني فيش ما لنا خلفية شرف هاي القضية. فاجوا قالوا حكوا قالوا ايش؟ في شروط يعني ضد الشرف. ها اذا المشرع والزلم الخبير والزلم المسؤول والناس قاعد بما فيهم يعني الجمعيات النسويه حكوا انه القانون حتى نفسه يعني لازم يتم تعديله. انا بس يعني حبيت اني انوه بالنسبه للقانون الفلسطيني الحالي انه احنا قانوننا معمول في انه القانون بفلسطين معمول خليط ومزيج من الامم، عندنا القانون العثماني، القانون الاردني، قانون الاجراءات الجزائيه، المحاكم العسكريه، قانون غزه، قانون مصر، عندنا خليط، فعندنا احنا سايحين مش عارفين وين نروح بالضبط، عندنا القانون الغريب ما بوصلنا بشكل الصحيح اللي بدنا نوصل له. اهلا وسهلا فيكم، بصراحه هذا موضوع يعني جدا مهم نحكي فيه ونعرف على الاقل نثيره عشان نعرف كل واحد انه في تحليله او تفكيره يوصل للطرف الصح. بديش اعلق كثير بس بدي اشكر الفريقين بس اعلق على ثلاث نقاط او اربعه هن اللي هو اول شيء الاسلوب اللي قاموا فيه الطرفين في الرد اسلوب الصبايا والشباب انه لما بدنا نحكي عن الاسلوب انه ما نوجه الحكي انه كل حدا صار فيكم يلف على الفريق الثاني ويحكي وزي اللي كانه يعني بده يناقش او يتجادل معه جد هي حوار مجرد حوار للمجموعه انه ما نذكر بعض. الشغله الثانيه اللي هي بالنسبه للفريق الاول والفريق الثاني ما شفتش حقائق وارقام واحصائيات يعني رسميه انه قويه خصوصا الفريق الاول. انا ما شفتش ارقام او حقائق انه ممكن تخليني انحاز لطرف معين. الشغله الثانيه بالنسبه ل كلام وجه طبعا بشكل عام لمحمد انه في شغلات زي هيك انه ما بكون فيها مزح، انه عمليات المزح في نص الحوار مش محدده. الشغله الاخيره اللي هي بالنسبه للقضيه اللي حكيتوا عنها اللي هي القتل والوفاه عليها حتى في الجرائم مثل هيك بعرفش اذا الشيخ مصحح لي انه قصه المراه اللي اجت على الرسول عليه الصلاه والسلام حكت له اني انا زنيت وبدي تكون علي الحد انه حكى لها انه روحي استغفري او روحي تعبين ما توضعي الجنينه.
وانه بعدها ردت رجعت حكى لها انه روحي عبال ما ترضعين. اتوقع انه في بكون حكمه في الموضوع. بشرفني انه اعلن النتيجه. قد تكون النتيجه تخالف بعض التوقعات، لكن واضح انه العنصر النسوي كان له دور مؤثر في موضوع النتيجه. فالفريق الثاني اللي هو الفريق الشباب، طبعا هي كانت لعيبتنا خالطين لكل فريق كان يكون تدريبي، طبعا رفضوا الفرق انه احنا بدنا ناخذ دورنا الحقيقي، نعطي الصبايا يعطيهم راي والشباب يعطوا رايهم بما يتمثل برايهم الشخصي ويبنوا عليه المناظره. فصار في قصه الموضوع انه رفضوا انه يعني يكون كل الصبايا بتدافع عن الموقف حتى كان تدريبي. فكان الفريق الاول فريق الشباب علامته المي يجمعها ما بين فريق الجمهور ولجنة التحكيم كانت 39.5% تفوقهم. الصبايا الفريق الثاني كانت 60.5%.